غنج ودلع، نادين جين بحركات إيحائية بجانب قصي خولي، والمتابعين بتخوف. أثارت الممثلة اللبنانية نادين جيم سخط المتابعين الذين تداولوا مقطع فيديو لها جمعها بالفنان السوري قصي خولي، إلا أن ما قامت به من حركات إيحائية ودلع وغنج وتلامس أجساد لم يعجب الجمهور الذي انتقدها بشدة، إضافة إلى إطلالتها التي وصفوها قائلين بتخوف، إذ أنها لم تسرح شعرها كما يجب، إضافة إلى عمليات التجميل التي جعلتها شخصاً آخر مخيف. صراحة لأن الجمهور هو اللي حيقرر، الجمهور هو اللي صوت، سو ونسي بتطلعي بتزقتي كمان على اللي حتربح؟ أكيد هيدي من مثل ما بقولوا من أصولي. بس بتعرفي إنه كلهم ناطرينك برمضان السنة كمان، إن شاء الله إن شاء الله أنا إن شاء الله عم نعمل شيء حلو وسبيشل وأكيد أوت أوف ذا بوكس، يعني شيء ما حيتوقعه الناس. عروس 2023؟ عروس 2023؟ معقولة؟ Vamos lá, vamos lá.